الله اكبر. فريق المزاريطه ابتدى ينزل يا جماعه بقياده عمده المزاريطه جوني. العمده نزل يا جماعه الله الله على الرقصه، الله على الرقصه. ايوه هي دي الروح الرياضيه يا جماعه، هي دي الروح الرياضيه. والكابتن توفيق اهو، كابتن توفيق يا جماعه والله كابتن توفيق قبل المباراه على طول قابلني وقال لي حكايه جميله جدا. قال لي يا كابتن خالد انا كان نفسي احترف كره القدم الامريكيه، وفعلا احترفت كره القدم من 15 يوم، وحلم حياته ان هو يحترف في الدوري السعودي. معرفش هو في دوري سعودي في كره القدم الامريكيه. على العموم كل فريق راح للركن بتاعه، كل واحد بياخد التعليمات الاخيره قبل المباراه. احسن شباب احسن. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه ده؟ عضله ايه اللي بتسخنها انت دلوقتي؟ بسخن العضل. ما تقعدش تفتي، اقف مكانك. بصوا يا جماعه احنا كويسين زي الفل اسود، وهنعمل معاهم الصليبه. اوكي؟ بعزق وسالم. اي حد من فرقتنا معاه الكوره ما تخلوش اي حد من الفرقه الثانيه يجي جنبه او يلمسه. اوكي؟ مناع خف ايدك وانت بتحدف الكوره. توماس انت خليك على الخط اليمين جنبي. يس سير. انتوا الاثنين ايه ده؟ انتوا مين؟ انتوا المره فاتت ما كنتش فاكركم برضه. ها انتوا خليكم على الدكه احتياطي. حاج توفيق عاوزك معانا بقلبك، شايك ترمسك سجايرك واني. أنا إيه عندك يا جوني بي؟ أنا ما أعرفش حاجة، أنا مش هقلب الناس دي عشان أعرف أنا هنا ليه بالظبط. أنت فيك، أنت أوفر، أنت ولا حاجة. أدائك أسوأ بكتير من ستيفن سيجال أول ما بدأ حياته. أنا ماليش صالح. اسكت. تقف جنب الاحتياطي لحد ما أنا أقول لك هتعمل إيه، أنا كوتش. بصوا يا جماعة، سخوا في نفسكم. جاهزين؟ جاهزين يا لوزر. لا لا، أنا الكلمة دي مش عايز أسمعها تاني خالص. اللي هيقولها هقعدوا على احتياطي مش هلاقوه تاني. انا باكل حاجه مهمه جدا، هيحاولوا يستفزوكوا عشان هما كده كده عارفين ان هما بيلعبوا بره ارضهم، فهيحاولوا يموتوا الماتش. كل دول شمال اسيا كده عشان في الاخر يوصلوا للبلمبات. مش عايزكم توصلوهم للبلمبات. بلمبات ايه؟ اقعد يخرب بيتك، بتقول اي كلام؟ صدقني الجون بتاعهم جامد، لا هتقول لي حضري ولا ابو تريكه. الراجل ده مجنون واهبل، وانسوا اللي بيقوله خالص، مفيش جون في اللعبه دي اصلا. يلا يا جماعه، يلا يا جماعه البسوا الخوس، يلا يلا اسود. يا شباب مش عشان الفرقه دي ضايعه هننزل نهزر، احنا عايزين نعمل عليهم سكور. انا مش عايز جوني ده يتكلم تاني في الامريكان فوتبول، انا عايز اخر علاقته بالامريكان فوتبول الكرة اللي هياكلها بعد الماتش. اوكي اوكي ليتس جو. يلا جايز برينج ان برينج ان ليتس جو ايفريبادي ان هير. Let's go, let's kick some butt, all right? Ha. On three. One, two, three. USA! Hey! Go! Hey, you loser. جاهز عشان تخسر؟ لوزر لوزر لوزر، تنسم مكرر قوي. بعدين يا مان الجيم لسه ما ابتداش، هنشوف مين اللي هيضحك في الاخر. انا طبعا. انا شايف فريق الامريكي تقريبا هو اللي كسب قرعه بدايه المباراه، وشايف كابتن جاك بيستعد عشان يبدا ضربه البدايه لمباراه كره القدم بين القروش الامريكيه وفريق المزاريطة. الكرة بتوصل لجوني، جوني بيلعبها بالعرض لمناع، مناع بيبص على هاجرس وبيلعبها له طويلة قوي، بياخدها هاجرس، هاجرس بيروح وبتتاخد منه، واللاعب الأمريكي بيديها للأمريكي الآخر، والأمريكي الآخر بيزق وبيخش ومش همه ورايح ناحية جون المزاريطة. بوب 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 بوب. وجابوا جول بكل يا جماعه. لا ما ينفعش كده يا جماعه، دفاعنا يركز شويه، ما ينفعش كده. جمهور حزين جدا، الفريق الامريكي بيحتفل بطريقه بولينجاويه، بولينج يا جماعه. والنتيجه اصبحت 6-0 لفريق شاركس او القروش الامريكيه. انا نسيت اقول لكم يا جماعه ان الهدف في كره القدم الامريكيه بسته، وفي الركله الارضيه دي لو جت بتتحسب بنقطه وبيلعبوها وجت للاسف، والنتيجه اصبحت 7-0 القروش الامريكيه. ايه يا لوزر بتعرف تعد لحد كام؟ امشي يلا امشي. برضه ضحك، برضه ضحك اوفر.
وشايفين دلوقتي بداية هجمة للفريق المزاريتا على الفريق الأمريكي. بتتلعب دلوقتي، بتروح للمزاريتا. الله الله، لا 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 لا، ايه الضرب ده؟ ايه الضرب دي؟ مش كرة يا جماعة أبدا، لا 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 لا. والفريق الأمريكي مش أخلاق رياضية أبدا، لا 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 لا. وسالم يا عيني في واحد ماسكه رغم إن هو تخين مش قادر برضه، وبيتضربه وبياخد الكرة وبينتهز الفرصة، وهجمة خطيرة خطيرة. جون يا جماعة، جون تاني للأسف فينا، جون للأسف فينا تاني في فريق المزاريتا. أنا شايف أحد إداري المزاريتا نازل بيعترض بصورة كبيرة جدا. الكرة أوفسايد. أوفسايد يا عم أنت، يا عم أنت هتجرسنا ولا إيه؟ مفيش أوفسايد في كرة القدم الأمريكية. والله العظيم أوفسايد. أوفسايد يخرب بيتك، يخرب مغربية، حسبي الله ونعم الوكيل. افضحنا افضحنا. الكرة أوفسايد يا منتشي، يا حكم يا منتشي. منتشي. على العموم جوني راح يهديه وبيطلعه بره وهيكملوا المباراة. والركلة الأرضية بيشوطها، هيجيبها كالعادة مش عارف والله مين بيشوطها، واحد أمريكي وخلاص، وبيجيبها للأسف. والحكم بيصفر وكده بينتهي الشوط الأول من مباراة كرة القدم الأمريكية بين الفريق المزاريتي وفريق الأمريكي بنتيجة كبيرة جدا يا جماعة، 14-0. نتمنى إن الشوط الثاني الشكل يتغير، لأن لو فضل الوضع على ما هو عليه كده ممكن فريق أمريكي يعمل علينا نتيجة تاريخية. وبعدين جون، احنا بجد هنخسر، احنا مروحناش الناحية التانية ولا مرة لغاية دلوقتي، احنا ما جيناش الماتش أصلا يا معلم. غير ايه هنخسر دي؟ 14-0 ولسه هنخسر؟ كوباية مية يا اخوانا، الراجل هيروح مننا. بلاش مية، الحق اتشاهد. حاضر حاضر، ثانية واحدة، حاضر حاضر. الولاعة فين؟ انت بتهبب بتعمل ايه؟ بتتليل ايه يا حمدي؟ ايه؟ ستوكك منه هو هيموت لوحده. قطر قطر تحت كيفك يا جوني بي. يلا اجهز. اجهز كيف انا؟ اتمكج، حط ميك اب والبس لي جلابية حلوة كده وارسم عينيك. انت هنهزر؟ اتنيل ده سخن، عندنا تنزل تلعب معانا. العب كيف انا؟ انا ما قلتلكش حاجة صح؟ سوري، اصل نسيت انك حرامي. ايه اللي بتقوله ده؟ بص، هي لعبه باختصار. توماس تعال احكي له انت، تعال احكي له انت بقى. اوكي بص يا قطر، الموضوع بسيط.